سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كيف ما كتشوفوا نوما، بغيت نشارك معكم واحد تشيز كيك اللي كتجي بارده وزوينه، يعني منعشه في هذه الحراره هذه اللي كنعيشوا هذه الايام، وان شاء الله حتى نتوما تشاركوها مع العائله ديالكم والوليدات ديالكم. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. بالنسبه للمكونات فهي مكونات جد بسيطه، يعني تقدروا تحضروها في وقت وجيز وما كتاخذش الوقت بدون عناء، وفي نفس الوقت غادي تبردوا مع راساتكم. هنايا عندي هنايا بسكوي بطحون، خديت 200 غرام وطحنتها في يعني في الطحانة. هنايا عندي خديت 2 معالق ديال الزبدة ذوبتها، 0 ديال البيضة، وواحد الساشية ديال الفاني، ديال سكر الفاني. بالنسبة للزبدة يعني غادي تبقى على حسب النوع ديال البسكوي اللي غادي تستعملو، تقدرو تزيدو عليها مزال، انا راه مازال غادي ما كفاتنيش. يعني غادي ناخذ واحد الاناء اللي غادي نخلطوا فيه داك البسكوي، غادي نضيفوا ليه هذيك الزبده اللي ذوبنا، وغادي نضيفوا حتى هذاك السكر الفاني باش ينسم لينا البسكوي، وصفر بيضه باش نجمعوها، يعني غتولي على شكل عجينه هكذا. كيف ما قلت لكم انا ما غاديش تاخد الوقت بزاف. وهنايا راني ضفت انا تقريبا 2 معالق ديال الزبده، حيت بانت ليا ما تشربت ليا هذيك الاولى كامله، يعني دغيا دغيا توجدوها بلا ما تعجنوا العجينه ولا حتى شي حاجه. بعد ما خلطت هذيك البسكوي وندمج ليا كيف ما كتشوفوا مع الزبده والبيضه، يعني داك البيض داك صفر البيضه راه غادي يجمع لينا هذاك البسكوي. صافي، هنا غادي ناخذ واحد المول اللي كيدي مونطا، يعني ضروري يكون كيدي مونطا، حيت يعني نفس المول هذا غادي نديرو فيه المكونات كامله. غادي نحاول نبسط هذيك البسكوي ديالي اللي خلطت، يعني باش يجي متساوي. كيف ما كتلاحظوا غادي نستعينوا غير بايدينا او معلقه اللي جاتكم سهله. انا راه في الاول كنت ديجا مونطيتو، ولكن جاتني صعيبه باش يعني نبسطو هكذا، فعاودتي مونطيتو. وغادي نبسط هذاك البسكوي مزيان على المول كامل، وغادي نحاول نقادو بواحد المعلقه باش يجي متساوي. صافي، هنايا بعد ما غادي نبسطو مزيان غادي نعاودو نمونطي هذاك المول ديالي. غادي ندخلو الفران على درجة ديال 180، على حرارة 180 درجة، تشعلي عليه من الفوق ومن التحت. يعني انا خليته تقريبا شي 10 دقائق، وكتبقى المدة على حسب الفرن ديال كل وحدة. بالنسبة هنايا الطبقة اللي غادي ندير من الفوق، فانايا استعملت فيها جوج، يعني تقريبا 1.5 ديال هاد العلب الصغيرة ديال لاكريم شانتيي، يعني تقريبا شي 400 غرام. السكر ثقيل، كاس ما خديتوش كامل، يعني كيبقى على حسب الذوق السكر. الجبن خديت هاد جوج ديال بيرلي، بالنسبة للجبن تستعملوا اي جبن عندكم. تقريبا عندي هنا 160 غرام. عندي 4 ديال الوريقات ديال الجيلاتين، واحد الكيس ديال الفاني، و200 غرام ديال الفريز اللي كان عندي مكونجلي وطحنته. يعني تقدروا ديروا اي فاكهه عندكم وكتفضلوها. اول حاجه غنبدا بها هنايا فهي لا كريم فريش ديالي اللي غادي نطلعها مزيان. غادي هي ديجا حلوه هذه اللي عندي، ولكن ضفت ليها شويه السكر حيت هذاك الفريز ما غاديش نضيف ليه السكر، يعني ضفته في هنايا في لا كريم. غادي نزيد عليها هذاك الكيس ديال الفاني، وغادي نطربها مزيان حتى تطلع ليا. عاد غنزيد عليها هذاك بيرلي، يعني كيف ما قلت لكم تستعملوا اي جبن متوفر عندكم وكتبغيو. بالنسبه لهاد البيرلي يعني كيبقى الثمن ديالو جد مناسب، وفي نفس الوقت راه المذاق ديالو زوين بزاف. صافي، غادي نحركو مع هذيك لاكريم مزيان حتى يندمج ليا معاها. غادي نحط لاكريم في الثلاجة تبرد، يعني نخليها على جنب تبرد بين ما حضرت هذيك الفريز. هنا غادي نرقد هذوك الوريقات ديال الجيلاتين في الماء بارد، يعني بالحرارة ديال المطبخ، يعني ماء ديال المطبخ. وغادي ناخذ هذيك الفريز ديالي اللي مطحون، كيف ما كتشوفوا راه كان عندي مكونجلي طحنته. صافي، غادي نحاول ندفيه يعني فوق البوطه باش ندوب فيه هاد الوريقات ديال الجيلاتين، بعد ما غادي نعصرهم من الماء. يعني ضروري هذوك الوريقات يذوبوا لينا فشي حاجه دافيه. يعني صافي، كيف ما كيذوب لينا الجيلاتين يعني كنبقاو نحركو
بيدينا حتى كنحسو بيها داب مزيان، ونخليو هذاك الخليط يبرد يعني ما يبقاش سخون، عاد نضيفوه على هذيك لاكريم اللي حضرنا. الا ضفتوه عليه وهي سخونه فغادي تفسد لكم لاكريم ديالكم، يعني ضروري تستناو عليه حتى يبرد. غادي ناخذ الخلاط يعني كهربائي، طرب الكهربائي، وغادي ندمج هذيك الفريز مع لاكريم، يعني غنبقى نخلط فيها حتى نحس بيهم اندمجوا مزيان صافي. وغادي نزيدهم على هذيك بسكوي اللي ديجا جبدناه من قبل من الفران بطبيعة الحال، ما خاصهاش حتى هي تكون سخونه بزاف، يعني كيف ما كتلاحظوا راه ديجا شتات في راسها، يعني هاد تشيز كيك راه به فيه دغيا دغيا توجدوا، ما كيحتاج لا توجدوا لا جينواز لا حتى شي حاجه، دغيا دغيا تفرحوا به العائله ديالكم صافي. غادي نحاول نقادها قبل ما يلقى من الفوق، وغادي ندخلها الثلاجه تقريبا يعني فوق في الكونجيلاتور لمده ساعتين باش تشد في راسها. وعاد نحط عليها هذيك الطبقه اللي غادي تجي من الفوق اللي حتى هي غادي نستعمل فيها الفريز. تقريبا خديت هنا 350 غرام ديال الفريز والسكر سنيده، يعني كيبقى على حسب الذوق. تقدروا تزيدوا تضيفوا ليها ملونات غذائيه باللون الاحمر باش تجيكم يعني اللون مزيان بحال اللي كيجي في لي باتيسري، انا ما ضفتهمش يعني خليتها هكذا طبيعيه صافي. وعندي ثلاثه الوريقات ديال الجيلاتين، يعني كيف ما درنا المره الاولى الفريز ديالنا غادي نعاودو نديروها المره الثانيه. غادي نزيد عليه السكر وغادي نديرو فوق البوطه حتى يدفي ليا. غادي نرقد هذوك الوريقات ديال الجيلاتين في الماء، يعني بين ما هادي دفات غادي نعصرهم هكذا من الماء ونضيفهم للفريز، وغادي نحركهم فوق البوطه كيف كنشوفوا الجيلاتين داب صافي. غنزول الفريز من فوق البوطه، نستناو عليه يبرد بطبيعه الحال، وغادي نجبدو هذاك من سميتو، غادي نجبدو تشيز كيك ديالنا من الثلاجه، غادي نكبو فوق منها هذاك الخليط. كيف ما كتشوفوا ردات ليا واحد الرغوه من الفوق، يعني نحاول نحيدها هكذا بالمعلقه، هذيك غير ديال الفريز اللي كنت كنطحن فيه صافي. وغادي نديرها في الثلاجه لمده يعني خليتها ليله كامله حتى الصباح جبدتها. كيف ما كتشوفوا التزيين فهو اختياري، يعني ديروا اللي بغيتوا. انا درت فيها شويه العقيق ديال الشوكولا، ودرت فيها واحد الوريدات هكذا اللي كنت مصايباهم كنوجد بهم الصابلي. تقدروا تستعملوا غير طروفه هكذا ديال الفريز طبيعيين، انا ما كانش عندي الفريز، كان عندي كونجلي يعني ما غاديش يجي للتزيين. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم، تشاركوها مع وليداتكم ومع عائلتكم، وكنتمنى كذلك نكون خفيفه على قلوبكم. الا ما تنساوش الى عجبكم الفيديو ديروا لي لايك واشتراك للقناه اللي مازال ما اشتركتش فيها، وشكرا لكم للمتابعه، والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.